أضحى كورنيش مرقلة بمدينة طنجة محجاً رمضانياً بامتياز للترويح عن النفس وممارسة الرياضات الفردية على اختلافها. ولعل أهم ميزة هذا الموقع الساحر هو جمعه بين حسنتي الهواء النقي المنعش القادم من البحر والمواقع التاريخية التي تغطي بظلالها المكان بعيداً عن ضوضاء المدينة وصخبها النهاري. سبور جينيرال شي حاجة اللي مزيانة وسورتو دابا في هاد العواشر وفي رمضان لقينا لوبورتونيتي أننا كنتريني وسورتو داك الساعة اللي كتكون ساعة ساعة قبل الفطور. دونك أول حاجة كيجي السبور دي تريني في شي حاجة اللي غادي تريحك، دونك ما لقاوش حسن من المرقلة، ما لقاوش حسن من هاد الطوال هادي. ولا يقتصر زوار الكورنيش على عشاق التجول بمحاذاة الشاطئ وعشاق الطبيعة والبحر من شرائح مختلفة، بل يستهوي أيضا هو تصيد الأسماك بالصنارة الذين يتطلعون إلى صيد ما يجود به البحر من أسماك كل يوم. كل نهار كنجيو رمضان صلاحي بحر صراحة، رمضان بحر مزيون صراحة، كنجيو نصيدو الحوت هنايا. الإنسان كيجي يبدل الجو شويش في بحر هيدا ويعني بلي قديم فيها، فهمت يعني قديم في الصيادة ما كنت باقي صغير. ولا يمل رواد كورنيش مرقلة من التواجد بهذا الفضاء خلال شهر رمضان أو على طول فصول السنة بدون استثناء، فالكل يجد مبتغاه في هذا المتنفس الذي يعد من المشاريع السياحية والحضرية المهيكلة التي أنجزت في إطار مشاريع التهيئة لطنجة الكبرى.